أنا مهندس، هل ممكن أعمل شغل لحد أنا متأكد إن فلوسه فيها شبهة حرمانية، مع العلم إني هعمل شغلي على أكمل وجه؟ اشتغل يا سيدي لأي حد، مالكش دعوة، لأن أنت طالما شغلك مباح بتاخد أجر مباح. أنت مالكش دعوة جاب الأجر ده منين؟ سرقه، تجارة مخدرات، أي، أنا ماليش دعوة. وأنا قلت له روح اسرق واديني أجر من السرقة بس، أنا مش عايز أجر إلا من السرقة. شرطت عليه كده؟ ما شرطتش. يبقى انت مالكش دعوة تتحرى اللي امامك رزقه جاي منين، انت تحرى عملك ان يكون مباحا متقن وخد اجر عملك وامشي. واضح؟ وكذلك الطبيب، يجي له واحد مثلا يهودي كافر رافع السلاح على المسلمين ومريض بيطلع في الروح وعنده جرح نازف، يعمل ايه؟ الاول هيوقف له النزف وينقذ حياته، لان انت وظيفتك كطبيب انك ما تقتلش، انك تحفظ الحياة لاي بني ادم، ده ميثاق المهنة كده. فهمت بقى ازاي؟ ما قلتش اسيبه بقى يموت في داهي، لا، انت تنقذه الاول وبعدين اديه للجنود بتوعك يأسروه ويبدلوا بيأسر، لكن انت ما تكونش سبب في وفاة حد. فهمت بقى ازاي؟ لان انت ربنا ما اقامكش جندي تقاتل، انت ربنا اقامك طبيب تحفظ الحياة على كل بني ادم بقدر طاقتك، فانت تبذل جهدك وبعد كده تبلغ عليه، يجي يقبضوا عليه من المستشفى بعد ما يخف ويتعافى. فهمت؟ جالي جاسوس، جالي مجرم، انا اشتغلت في ام المصريين كتير جدا، مسؤول حوادث جراحات الاوعيه الدمويه طول الاسبوع، ومسؤول حوادث يومين في الاسبوع مطلقا. قعدت كده حوالي كام سنه، من 85 ل 92، تصور، شوف كام سنه بقى عده. كانوا يطلبوني في اي وقت، ليل او نهار، لو في جروح في الشرايين طول الاسبوع، وبقى مسؤول عن كل الحوادث يومين في الاسبوع 24 ساعه في منطقه، للي عارف منطقه ام المصريين، منطقه اسمها ابو هريره، وراها كده مليانه عيال، اصيع عيال في الدنيا، طول الليل يلعبوا قمار ويشربوا مخدرات وخمور ويضربوا ببعض ايه بالايه بالمطاوي، واحنا نستقبل جروح المطاوي. اه والله. فكان يجي لي بقى العيال المجرمه دي كلها، اللي شريان في رقبته مقطوعه صلحه له، يقوم يقول الدكاتره ده مجرم يا دكتور يسري، ده جه استنى اللي فاتت وكان قاتل مش عارف ايه. يا جماعه احنا شغلتنا ننقذ اللي يجي لنا، بعد كده البوليس يجي يقبض عليه ماليش دعوه، دي شغلتنا يا ابني، انت طبيب، انت ما جعلكش قاضي. فهمت؟ فانت لازم تعرف كل واحد يؤدي وظيفته على الوجه الاكمل، وتشوف انت ربنا اقامك في وظيفه ايه اعملها وبس وخلاص، انت مالكش دعوه بعد كده. جالك مجرم عالجه، وبعدين بلغ البوليس يجي ايه يحطه تحت الحراسة وهو في العلاج، انا ماليش دعوة بقى، لكن انا ما استغلش ضعفه في مرضه، ما قدملوش علاجه واقول انا ايه، ما هو ده اريح الناس منه. انت مالك؟ اللي يريح الناس منه ربه اللي خلقه، هو بقى اللي يموته، انا مالي انا؟ فهمت بقى؟ فلازم كل واحد في مهنته يؤدي المهنة، يشوف انت ربنا اقامك في ايه يا ابني، ونفذ اللي اقامك ربنا فيه. في حاجة تانية بلغ المختص بها بقى، فربنا أقام واحد تاني قاضي عشان يثبت التهمة، واحد تاني عينه شرطي علشان ينفذ الحكم، لكن أنا ربنا لا عيني قاضي ولا عيني شرطي، أنا عيني جراح أنقذ الإنسان لو عنده مشاكل جراحية. فهمت بقى إزاي؟ كذلك أنت ربنا عينك مهندس، مشكلتك تصلح الآلة دي أو تصلح بتاعك، مالكش دعوة بقى إن أنا هصلح الآلة دي في المصنع الفلاني وصاحبه طول الليل بيلعب أمر بيلعب قمار ويشرب خمرة، طب ما أنا كده هخليه يكسب يقوم يلعب قمار أكتر، لا أنا هسيب له مكنه بايظ علشان يخسر، كده غلط، ما أدتش وظيفتك كمهندس. فهمت؟ ما حكم إني أذهب لعملي في مصلحة حكومية 4 أيام في الأسبوع فقط بعلم مديري، لأننا مقسمين الشغل بيني وبين زميلي، هل يعتبر راتبي حرام؟ يا ابني مديرك ده رئيس العمل، موكلة الحكومة لإدارة العمل، فإذا أذن لك يبقى الحكومة أذنت لك ومرتبك حلال. أنا أول ما تعينت في الصحة المدرسية سنة تكليف كده، طبيب صحة مدرسية، عشان أمر على المدارس أشوف دورات المية متهوية ولا لأ، الكميات الحنفيات عددها كافي للعيال عشان ما يشربوش مكان بعض، واخد بالك، أمر كده على الفصول أشوف تهويتها وأشوف بتاع، وبعدين أعمل تقرير عن كل مدرسة وبلغ بيه وزارة الصحة، بلغ بيه وزارة التربية والتعليم، دي وظيفة طبيب الصحة المدرسية اللي بيمر على المدارس. وفي أطباء تانية بتبقى قاعدة علشان الطبيب اللي محولاه المدرسة يتعالج التلميذ، يعني يروح هناك الصحة المدرسية المقر بتاعها يلاقي طبيب قاعد يعالجه.
فانا قعدت سنة اشتغل الشغلة دي، يومين في الاسبوع مر على المدارس ويوم في الاسبوع اقعد اعالج اللي يجي لي، ومقسمين نفسنا لان انا ما كانش عندي جيش. اللي عنده جيش او بيروح الجيش بعد الامتياز، واللي ما عندوش جيش بيروح سنة تكليف. ناس تتكلف في رعاية الأمومة والطفولة، ناس تتكلف في الصحة المدرسية، ناس تتكلف في الأماكن النائية على حسب، المهم سنة قبل النيابة. فأنا رحت بقى فرحان بنفسي ولسه متخرج بقى ومخلصين امتياز، وتعينت في الصحة المدرسية في المانيال، وأنا ساكن في المانيال يعني جنب بيتي، أنزل أتمشى كده أروح شغل، وفرحان بقى وعندي همة بقى وعايز أمر على المدارس، وأي ناظر مش عامل في مدرسته بتاع أبلغ عنه وأعمل همة. فروحت عشان استلم العمل، لقيت 35 دكتور بيستلموا معايا، والصحة المدرسية دي شقة في عمارة عنده 6 كراسي بس واحنا 35. فالراجل مدير الصحة المدرسية لما لقى العدد كبير كده جاي له، قال لي يا جماعة انا عايز منكم 6 اطباء كل يوم بعدد الكراسي، لان انا مش هقدر ان انا ابقى مستريح وانتوا واقفين كده، ومش هعرف اطلب من الحكومه تجيب لي 35 كرسي، ولو جابت لي ما عنديش مكان. فاهم؟ وكان حتى مدير الصحه المدرسيه ده دكتور مسيحي. كان اسمه ايه؟ راغب، بس كان راجل مؤدب جدا. فالمهم فقال ايه يا جماعه؟ اقعدوا مع بعض، قسموا بعض، انا عايز 6 كل يوم وخلاص. مش عايز اي حاجه، انتوا قسموا بعض، اليوم الفلاني اديني 6 يوم السبت اسمائهم. يوم الاحد 6. لحد اخر الاسبوع بس، مش عايز منكم اكتر من كده. فلقيت نفسي ان انا بدل ما بروح 3 ايام 4 ايام بروح يومين بس، واخد بالك؟ خلاص المرتب بتاعنا كنا بناخد 48 جنيه في الشهر، واخد بالك؟ يعني حاجة مبلغ طائل برضو. طب انا فاكر والله اول 48 جنيه قبضتهم زوجتي في، وهي كانت متخرجة جديدة، اتخرجت بعدي بسنتين، فجايبه لي بقى 48 جنيه فرحانه بيهم كده بقى. قلت لها تعالي نشتري لك بيهم خاتم ذهب. اشتريت لها بيها خاتم ذهب بالجواهر اللي قدامنا، وفضلت لبساه في لحد ما ماتت، تقول ده اول مرتب. ها؟ فيعني ايه قصدي؟ 48 جنيه كانت مبلغ كويس برضو حلو يعني. انا كنت ساعتها عندي عربيه سيات او جابها لي ابويا لما نجحت، هديه نجاح يعني. كانت ثمنها 1950 على الزيرو. فجاب لي العربية السيد دي، كنت عارف أنا أروح أملاها بنزين، كان اللتر البنزين بعشرة ساغ، أدي للراجل 100 قرش يعني جنيه يحط لي 10 لتر، وأدي له إيه 3 قروش أو 5 ساغ إيه بقشيش، يقوم يلمع لي العربية بقى شوية وحايز يلمعها بهدومه. كانت الحياة يعني رخيصة يعني، وكانت الدنيا ماشية. فالمهم يعني إيه، طالما رئيس العمل الموكل بإدارة العمل موكل من الحكومة وهو اللي سمح لك بهذا النظام، ما تقولش حرام وحلال، خلاص بقى حلال. طب بس يمكن يبقى هو ربنا اللي يسأله بقى، أنا ماليش دعوة. فهمت بقى إزاي؟ فما تقلقش يا سيدي، فكرتوني بالقصص دي الذكريات. ولقيت نفسي بقى فاضي معظم الاسبوع، ولا عندي عياده ولا حاجه، ولسه دكتور ما اعرفش ادي حقنه حتى، متخرج جديد بقى. فلقيت نفسي فاضي، بقيت الف على المشايخ بقى واشوف ايه دروس العلم، وراجع قراني، وربنا كرمنا في السنه دي غايه الكرم. اتعرفت على السيد عبد الله الصديق الغماري، وكنت السواق الشخصي بتاعه لاني فاضي بقى، اعدي عليه الصبح 9 الصبح وارجعه 9 بالليل، اقعد معاه 12 ساعه، اوصله كل المشاوير اللي عايزها. فهمت ازاي؟ فكانت ايام حلوه، ربنا يفرغني ان انا احتكيت بالعلماء بقى، ورحت حضرت وراجعت قراني كويس واسترديته، لان كنت ابتديت هبتدي يتفلت مني بسبب المذاكره في البكالوريوس وايه وسنه الامتياز والنبطشيات فيها، فلقيتها سنه. فلما ربنا يفرغك يا ابني استغل فراغك ده في حاجه كويسه، عشان مش هتعرف تعوضها تاني، يعني ما تعرفش تجيب السنه دي تاني. فاهم؟